وسط حضور كبير احتفلت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية وبيت الزكاة الكويتي بالخرطوم بتوزيع الكفالة الدورية للأسر والأيتام والشرائح الضعيفة في المجتمع السوداني، كما قدمت لهم مساعدات ومعونات إنسانية. الحفل جاء تحت رعاية وزيرة التوجيه والتنمية الاجتماعية بالسودان وبمشاركة سفير دولة الكويت وعدد من رموز العمل الطوعي بالسودان. بيت الزكاة الكويتي يكفل أكثر من 22 ألف يتيم على مستوى العالم، وكذلك حال الهيئة الخيرية أيضا تكفل حوالي 21 ألف يتيم حول العالم، وهذا كله يأتي من أهل الخير بدولة الكويت. فأرجو أيضا أن تحيوهم معي وأن تدعو لهم الله أن يبارك في أموالهم وفي أرزاقهم. الاحتفال وجمع أهالي وذوي الأيتام هي فرصة طيبة للتواصل وخلق جو من الألفة والبهجة والسعادة بين الأيتام وذويهم والجهات الراعية لهم، فنسأل الله أن يديم المعروف والتواصل، وهذا ليس بغريب على أهل الكويت، فهم دائما أهل خير وعطاء وبذل. المشاركون في الحفل ثمنوا الدعم الخيري الكويتي المتواصل للسودان ودور المنظمات الكويتية في تقديم المساعدات الإنسانية. أتقدم بخالص الشكر والتقدير وباسم أهل السودان جميعا للإخوة الأشقاء في دولة الكويت، هذه الدولة الشقيقة التي ما التفتنا يمنة ولا يسرى إلا رأينا عطاءها ممتدا في كل العالم الإسلامي وفي إفريقيا على وجه الخصوص وفي السودان في ولاياته المختلفة، فالشكر لهم والتقدير لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ويبارك في عملهم إلى يوم الدين إن شاء الله. كما عبرت بعض الأسر والأيتام عن امتنانهم وشكرهم للدعم الخيري والإنساني الذي ظل يقدم لهم في شكل معونات. أشكر الهيئة الخيرية على إعانة لنا وكل ما تقدموا لنا لأطفالنا من معينات، وأشكر دولة الكويت على كل اللي قدمته لنا من كفالة ومعينات الرمضانية والحقيبة المدرسية. أقدم شكري للهيئة الخيرية على إنها تكفلت بين إحنا الأيتام عامة، ما خلتنا نحتاج لحاجة، قدمت لنا كل حاجة مفيدة وأي حاجة إحنا نحتاج لها وما حوجتنا لأي حاجة في الدنيا دي. تنفذ الهيئة الخيرية مشروع كفالة الأيتام في السودان بالتنسيق والتعاون مع بيت الزكاة الكويتي، بجانب تقديمها للكثير من أعمال الخير بأنواع شتى في مناطق مختلفة من السودان. درجت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية على إقامة احتفالها في هذا المكان سنويا بتوزيع المعونات الإنسانية للأيتام وأسرهم، احتفال يؤكد معاني الترابط والتكافل الإنساني. بدر الدين خلف الله، تلفزيون دولة الكويت، الخرطوم.